مداخلات ايضا مهمه جدا. فنبدا مع حضراتكم بمداخله مهمه جدا جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن ياسر ابراهيم. ياسر برحب بيك. عامل ايه؟ ايه الاخبار يا ياسر؟ كله تمام؟ والله بخير الحمد لله كابتن. الحمد لله حبيبي بخير. يمكن انت من اللعيبه اللي بسم الله ما شاء الله يعني بتبعد شويه عن الماتشات، لكن لما المدير الفني بيعتمد عليك في الوقت المناسب بتكون فت، بتكون يعني زي ما يكون رجليك في الملعب، بتلعب برجوله، بتلعب بشهامه، بتلعب بجدعنه، وبتعرف تقنع الجمهور ومدربك ان انت واحد من اللعيبه اللي لازم يعتمد عليها في الفترات اللي جايه. والله يا كابتن عمر الحمد لله طبعا ده توفيق من عند ربنا، الماتشات دي اللي فاتت دي كلها واجتهاد تمرين طبعا في الاخر. يعني هو تتمرن كويس واعمل اللي عليك في الملعب، التمرين ربنا مش هيضيع تعبك ده. فده الحمد لله ربنا قدر يوفقني في ان انا ابقى موصل الماتشات اللي فاتت دي كلها مع زمايلي ونعمل الماتشات دي كلها وباذن الله اللي ربنا بس يخرجنا من الكبوه اللي احنا فيها دي على خير والدوري يرجع وافريقيا تاني ونرجع كل حاجه ان شاء الله زي ما هي باذن الله. ياسر يمكن في البدايه من السرفايلر لما كان موجود ما كانش بيعتمد عليك بفتره او بصفه اساسيه، لكن انت اصريت وكان عندك اصرار كبير جدا ان انت تقنعه ان انت واحد من اللعيبه اللي لازم يعتمد عليها، بينك وبين نفسك عملت ايه وازاي قدرت تحقق ده في الملعب؟ طبعا هو بص هو مستر الفايرو طبعا ماشي باحترافيه جدا قوي مع اللعيبه كلها في التمرين. يعني هو اول ما عمل حظ قال لك السي في بتاعك طبعا ده حاجه كبيره ليك في المستقبل وبطولاتك وتاريخك، يعني في جنب حاجه جديده. ياسر معلش ممكن تتحرك في حته فيها ارسال عشان صوتك بيقطع معلش. سامعني كده؟ الو كده كويس؟ كده كويس؟ لا معلش اتحرك كمان سنه معلش كده تمام. طيب يا حبيبي اتفضل. فقال لك البطولات وتاريخك ده طبعا كويس السي في بتاعك ده، بس ده تسيبه خلاص يعني مش خلاص يعني حطها في جنب كده احنا عايزين نبدا مع بعض حاجه جديده. فانا كنت بتمرن لعبت مع ماتش السوبر كان اول ماتش ليا ماتش 3-2 فكنت عامل ماتش كويس اتصبت طلع خالص بدأت خالص فما كنتش عارف سبب البعد ده ايه بصراحه، بس ما كنتش بتكلم خالص بتمرن وكنت بتمرن بعد التمرين بزود وكنت بروح بالليل الجيم ورحت اتكلمت معاه بصراحه يعني فقلت له يا مستر انا 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 شايف نفسي ان انا ببعد. فببعد ليه؟ يعني انا عايز العب. فقال لي انت بتتمرن كويس انت كده تتمرن كويس وهجيلك الفرصه. قلت له خلاص انا مش هتكلم في حته اللعب دي، اللعب دي حضرتك المسؤول الاول والاخير فيها مين يلعب ومين يقعد، بس انا هطلب منك حاجه واحده لما تجيلي فرصتي سيبني اخدها كامله، بس يعني ابقى كويس فيها سيبني اخدها كامله ان شاء الله. وده اللي حصل بصراحه. كنت برضو بتمرن كنت بطلع بره السكور وادخل اقعد على الدكه ما العبش، ما كنتش بتكلم خالص، كنت بتمرن كويس مركز في تمريني ما بتكلمش لحد ما جيت للفرصه الحمد لله كنت كويس. الو ياسر سامعني؟ طيب واضح ان الخط فيه مشكله، هنرجع نكلم المدافع نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله الكابتن ياسر ابراهيم علشان واضح ان فيه مشكله في الاتصال. هنكمل مع حضراتكم ونروح لبعض الاخبار اللي موجوده معانا. ما ننساش النهارده موجود معانا الفقره الاولى الكابتن هشام حنفي نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. طب نرجع تاني لياسر ابراهيم. ياسر اتفضل انا معاك. ياسر سامعني؟ ايوه انا سامعك كويس تمام. طيب انا عايز ياسر ارجعك ورا شويه كده لقبل الانتقال للنادي الاهلي، النادي سموحه لما جه اتفاوض مع الاهلي او الاهلي اتفاوض مع سموحه والرقم كان كبير 30 مليون جنيه. يمكن ما خفتش ان الرقم ده يكون سبب في فشل الصفقه والباشمهندس فرج كان يصر على الرقم وفعلا نجح انه يقنع الاهلي انه يتعاقد مع ياسر مقابل الرقم الكبير ده؟ انا طبعا الفتره دي كانت صعبه جدا يا كابتن عمر والله كانت صعبه بطريقه مش طبيعيه. يعني انا كنت بكلم باشمهندس فرج طبعا على طول وهو يقول ما تقلقش هتروح والله يوديك النادي اللي انت عايزه، والزمالك كان متدخل في الموضوع، بس انا قلت له لا انا استخرت ربنا انا هروح الاهلي، يعني انا لو همشي همشي على النادي الاهلي ان شاء الله. فهو قال لي خلاص ما تقلقش. قلت له بس الحته الماديه ديت يعني حاول تتفق معاهم فيها بس ما تعليش الدنيا قوي يعني. فهو مستر باشمهندس فرج طبعا في الحته ديت هو شاطر معروف بس الحمد لله قدر يعني اتفق مع الاداره وخلصوا الدنيا الحمد لله خلصت يعني. ياسر لما الاهلي اتفاوض معاك في الوقت ده بعد ما رحلت عن الزمالك، الزمالك كمان دخل في المفاوضات لكن اصرارك على انك تروح الاهلي
يعني بالنسبه للجمهور حابب ان هو يعرف ليه اصريت على وجودك في الاهلي ما رجعتش تاني واخترت وجودك مره تانيه في نادي الزمالك؟ هو طبعا نادي الزمالك انا مش عايز اقلل منه خالص، لا نادي الزمالك نادي كبير ومن اكبر الانديه في مصر وافريقيا طبعا. بس انا كياسر انا كنت في البيت ده قبل كده، يعني انا جربت هناك وخدت هناك وخدت معاهم بوستين في مصر. بس انا ياسر استنى عشان ده كلام مهم جدا والصوت بيقطع، فمعلش انا عايزك يعني لو في مشكله معلش بتاسف لك، عايزك بس تقف في حته عشان كلام مهم عايزين نسمعه والجمهور كمان يسمعه. لا مش كويس خالص. بص ياسر اخرج بره البيت خالص. كده سمعت كويس؟ ماشي، يعني لو في حاجه هقول لك. كده تمام؟ تمام يا حبيبي اتفضل. احنا كنا فين؟ كنا في نادي الزمالك والاهلي لما اخترت الاهلي. بالظبط، فانا اخترت الاستقرار يا كابتن عمر. هو زي ما قلت لك نادي الزمالك كبير وكل حاجه، بس انا اخترت انا يعني كل لعيب شايف هو هيبقى انهي الواجهه الاحسن ليه هو. انا اخترت النادي الاهلي عن ثقه وعن قناعه تامه جدا وافتخرت ربنا وخلاص انا توكلت على الله، مع ان كان معروض عليا فلوس. في الزمالك كان معروض عليك فلوس اكتر. بالظبط. لكن انت فضلت القيمه الاقل مع الاستقرار. بالظبط. هو ده اللي انا فكرت فيه بصراحه. النادي طبعا يعني بتعدي من جنب السور بتاخد بطوله. يعني انت بتعدي من جنب النادي الاهلي بتاخد بطوله. طب انت خدت كام بطوله مع الاهلي في الفتره القليله دي؟ انا دوري وكاس. دوري وكاس، طب طموحاتك يا ياسر الفتره اللي جايه دوري وكاس وسوبر. لا هم بطولتين سوبر. كاس سوبر والدوري. طيب وطبعا يعني طموحاتك الفتره اللي جايه ايه البطوله اللي انت نفسك تحققها مع النادي الاهلي؟ طبعا البطوله الغايبه عن النادي بقى لها فتره، ده حلم اللعيبه كلها والجمهور كله. يعني افريقيا طبعا، دوري الابطال. طبعا عدينا فيها مشوار كبير قوي وعدينا فيها صعوبات كتيره قوي. فباذن الله باذن الله يا رب تكمل كده الدنيا على خير و تبقى في الجزيره ان شاء الله السنه دي باذنك يا رب كده. ياسر انت شايف ان كل ما يكون في مدافعين اكتر فتكون في منافسه اكتر بالنسبه لك بيكون ده اللي بيحفزك عشان تلعب، ولا بالنسبه لك ما يكونش في منافسه اصلا هو ده اللي بيخليك يعني مستريح نفسيا اكتر؟ لا خالص والله العظيم، يعني احنا انت لو شفت يعني مين المدافعين، انا رامي ربيعه، متولي، ايمن، سعد ان شاء الله ربنا يرجعه. ربنا يرجعه بالسلامه. لا لا احنا كلنا يعني انا ورامي ومتولي دول احنا كنا مع بعض في منتخب كابتن ربيع طبعا، يعني متربيين مع بعض. سعد طبعا انا عارفه من زمان من انا في سموحه. ايمن طبعا معايا من سموحه، فاحنا كلنا اسره يعني مع بعض بره الملعب قبل الملعب. فلا دي منافسه شريفه ما بيننا خالص. كويس هو اللي بيلعب كلنا بنكون في ظهره وسند ليه طبعا وبنقعد معاه وبنحفزه. فلا دي حاجه صعب تلاقيها في اي مكان على فكره يا كابتن عمر. حصل بينك وبين ايمن اشرف زي ما هو قال لي ان لما جيت الاهلي يتكلم معاك ويفاوضك وهو قال لك ما ينفعش حد يرفض الاهلي؟ لا هو ايمن انا على طول كنا بنتكلم مع بعض، انا كنت بكلمه فبقول له ايمن اللي هو يعني احنا اصحاب واخوات وكل حاجه. فبقول له ايمن انا مش عارف انا معروض عليا كذا وجاي لي كذا، فقال لي لا هي هنا كويس يعني النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره واي حد يتمنى، ودي طبعا دي حقيقه كلامه حقيقي. فانت في اول لما بتكون مثلا جاي لك كذا حاجه انت بتفكر بغصب عنك، احنا بشر برضه. فبس الحمد لله يعني هو استخرت ربنا وربنا يسر الامور في النادي الاهلي يعني الحمد لله. طيب يمكن ياسر انت ممكن تكون نفسيا ارتحت شويه مع فايلر، لكن وجود مستر لاسارتي معاك ما اعرفش هل انت كنت مرتاح اكتر لوجود مستر فايلر في الوقت الحالي، ولا انت كنت مرتاح لمستر لاسارتي، ولا انت شايف ان الاثنين مدربين بالنسبه لك يعني بينفذوا كلام في الملعب وانت كلاعب لازم تعمل اللي عليك؟ هو بص يا كابتن مستر لاسارتي طبعا انا كنت لسه جاي عليه، كان هو لسه ماسك الفرقه برضه بس انا كنت لسه جاي جديد عليه. فكنت بلعب معاه وما كانش في ايامها تقريبا حد، كان في فضيل كرمه مصاب لسه موجود. فما كانش في فانا كنت بلعب معاه بصفه اساسيه مع مستر لاسارتي. بس
بس لما جه مستر فايلر زمان هو زي ما قلت لك القصه اللي حصلت دي، لعبت معاه اول ماتش وكده، بس الاثنين بصراحه ماشيين هم معروفه المدربين الاجانب بيمشوا باحترافيه، انت كويس في الملعب وبتديني في التمرين هتلعب في الماتشات، وده حاجه ما تزعلش اي لعيب كوره، طول ما انت بتتمرن كويس حتى لو بتلعب ماتشات اتمرن كويس هتبقى كويس في الملعب. هو انا طول عمري ماشي بيها كده، ده مبدا، طول ما انا بتعب وبتمرن عمري طب انت شايف اي فروق فنيه بين الاثنين في الملعب؟ شايف ايه؟ اي فروق فنيه ما بين لاسارتي وبين فايلر في الملعب، في التدريبات، في التوجيهات؟ لا تضحك انت بتضحك ليه؟ السؤال ده يا ياسر انت بتضحك ليه؟ لا لا انا بسالك سؤال. طيب عايز اكلم معاك على منتخب مصر، يعني اكيد كلنا زعلانين ان النشاط اتوقف، لكن طبعا صحه المواطنين وصحه المصريين وصحه العالم كله اكيد اهم من اي رياضه موجوده في الوقت الحالي، لكن المعسكر اللي جاي او اللي كان هيتعمل كان اسمك موجود فيه، وده انا عارف معلومه مؤكده بالنسبه لي، كنت فعلا يعني خلاص بتستعد واتبلغت وانت يعني زعلت ان ده حصل، وان ان شاء الله يعني اكيد بالنسبه لك حلم المنتخب حلم مشروع. ده حلم مشروع اي لاعب مصري كمان يعني. اي لعيب بيبقى، انا من وانا في سموحه والله انا كان نفسي حد، بس كنت بقى كويس جدا في الماتشات ونفسي اروح المنتخب، لحد الحمد لله يعني ما اجتهدت هنا في النادي الاهلي وقال عرفت ان انا هروح المعسكر الجاي، بس ما مش عارف حظي ماله. حد باصص لك، حد باصص لك صح؟ لا والله طبعا الحمد لله طبعا. يا سارة عايز اسالك عن النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي لو قلت لك انت لعبت في انديه كتيره، لكن النادي الاهلي ايه اهم ما يميزه؟ بص يا كابتن عمر هقول لك، النادي الاهلي غير يعني كنت في سموحه احنا بنلعب دوري وكاس، يعني كنا بنلعب كل اسبوع ماتش، ما كانش فيه ضغط ماتش ضغط مباراه. النادي الاهلي لو انت مش محافظ على نفسك فيه، مش بتتمرن كويس، مش بتاكل كويس، مش محافظ على البدني بتاعك كويس قوي، مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده كده، ما لو اتعادلت ماتش فيه لا يا جماعه في حاجه غلط، لا مش ده النادي الاهلي. اتحملت الضغط ده ياسر في الاول؟ الضغط اللي انت بتتكلم عليه ده عرفت يعني تتحمله في الاول؟ عرفت تتعامل معاه ولا اخدت وقت شويه عقبال ما تتاقلم على الاجواء الجديده؟ حاولت هو ده طبعا حاجه بتبقى خارجه عن نطاقك خالص، انت جاي من مرحله لمرحله ثانيه خالص مختلفه تماما، يعني تكون قدها وتتاقلم عليها بسرعه، يا اما خلاص يعني هتبقى زيك زي غيرك اللي عدى من على البت ده وخرج منه عادي ولا عمل اي حاجه لنفسه. لا فانا طموحي في النادي الاهلي ان شاء الله كبيره جدا، انا بعمل بطولات محليه وافريقيه معاهم كتير جدا ان شاء الله الفتره الجايه دي، وباذن الله افضل معاهم كده، هو بالتمرين بالتعب بالمجهود انا وزمايلي باذن الله نقدر نحقق بطولات كتير للنادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. اكيد برحيل الكابتن شريف اكرامي ورحيل الكابتن حسام عاشور اكيد ما حدش يتمنى خروج اثنين من اساطير النادي الاهلي اللي ساهموا بشكل كبير جدا في بطولات فاتت وبطولات اكيد هتكون جايه، لكن عايز اعرف منك الرساله اللي وجهتها لهم والكلام اللي اتكلمته سواء مع الكابتن حسام عاشور او الكابتن شريف اكرامي، او لو حتى ما اتكلمتش تحب تقول لهم ايه؟ لا طبعا الاثنين دول انا مبسوط جدا ان انا لحقتهم في النادي واتمرنت معاهم، من انضف الشخصيات اللي قابلتها والله، سواء الكابتن شريف او الكابتن عاشور. طبعا الكابتن شريف شخصيه مسؤوله بره الملعب، والملعب بتحتاجه في اي وقت بتلاقيه، لو حاجه عائليه ممكن تحتاجه فيها حلها لك، شخصيه جميله جدا، وفي الملعب طبعا شخصيه قياديه ومسؤوله، فبتمنى له التوفيق وبتمنى له ربنا يكرمه في الفتره الجايه باذن الله. الكابتن عاشور طبعا الشخصيات الجاهزه، كابتن عاشور لاعب كوره طبعا لا غنى عنه في نص الملعب، ده كان معروف طبعا، بس ده هي دي كره القدم، هي دي كره القدم، وكله هيعدي على الفتره دي، يعني انا غيري كله هيعدي على الفتره دي، فبتمنى لهم التوفيق يا رب كده في اللي جاي، وربنا يكرمهم في حياتهم يا رب اللي جايه كده ان شاء الله. مثلك الاعلى مين يا ياسر؟ محليا ولا دوليا؟ لا في مصر يعني مين مثلك الاعلى محليا؟ محليا كابتن وائل جمعه. كابتن وائل جمعه؟ طيب وعالميا مين مثلك الاعلى؟ بونوتشي. مين؟ بونوتشي. بونوتشي ماشي يا عم. حبيبي ياسر بشكرك يا حبيبي على وجودك معايا، شرفت بيك جدا، ودايما بالتوفيق بالنجاح يا رب ان شاء الله، واكون موجود في المعسكر المنتخب اللي جاي زي ما كان هيحصل قبل كده. ياسر ابراهيم نجم النادي الاهلي، واللي ان شاء الله يكون موجود في منتخب مصر الفتره اللي جايه.